اسرائيل منين بالاصل؟ منين؟ اني اسراء العبيدي. منين؟ من يا محافظه؟ من الحويجه. ايش جابك لبغداد؟ انا ولدت بغداد وعشت ببغداد. لا 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 انا ما لا شنو لا لا انا اصلا يعني حتى تاريخ كله معروف. صديقات الابتدائيه. من جابك لبغداد؟ شنو؟ منو جابك لبغداد؟ اهلي. لا صري صريحه. ما هي هاي الصراحه. اكو احد معين؟ اني نفوسي موجوده بالكاظميه. اوكي اسمي معروف، اهلي معروفين. من اني انولدت ببغداد تمام، مستشفى العلوية من اذا تريد. وجيت على ايد قابلة وبعدين ودوني يعني ودوا امي للمستشفى. انت جتي فترة طويلة كلش كنتي بيها ببغداد ويا احد؟ بغداد ويا احد؟ لا اثنين وثلاثة احسن. لا احد؟ لا اثنين وثلاثة احسن. هو اللي جابها من بغداد ولا ما كنتي بغير محافظة؟ انا ما كنت بمحافظة للاسف، انا انسانة مثقفة ودارسة واهلي تعبانين. دخلتش للنجومية؟ دخلني للنجومية؟ شوف لما تريد تجيب معلومة اتعب بيها وجيبها صحيح، اما تريد تطلع اشاعة وتريد تسوي بليات شو اسم يمي ما يشتغل. هذا هو الصدق؟ لا الصدق انا يمي. الصدق هذا واعترفي بيه، دام تريد تعترفي خلاص خلينا نكذب على الناس، اكو امور هواية تكفي. اصلا ماكو غيرك انت تكذب. لا الماضي ماضي ماضي انظف من حياتك كلها. ما تصور. ما تتصور؟ خليك تتصور وتعرف انه اللي ما يخاف ما يخاف، افتهمت؟ اللي جابك هنا وشغلك هنا يقول لك اسراء العبيدي شنو اصلها وشنو فصلها وما تخاف وبميت رجال، افتهمت لو لا؟ يلا انت والبليات صمتك، يلا يلا بليات شو؟ يلا يلا جيب ماضيك. جايبي لي واحد ما ادري من مين. لا تعرفي اعترفي ابو حلق العريض. يلا منه يلا ما رد حتى اكمل تصوير.